أيضا أريد من خلالكم أرسل رسالة لأهل الإمارات كلهم، وأنا أقول لما أذكر أهل الإمارات أقول أهل الإمارات المواطن والمقيم في هذه الأرض، اللي في هذا الوباء اللي لف العالم كله وأتعب كثير من الأمم، نتمنى وأنا أتمنى بشكل شخصي أن المقيمين عندنا في دولة الإمارات نحسسهم أن هذا وطنهم الثاني. ما نقدر نعوضهم في وطنهم الأول، ولكن هذا وطنهم الثاني، فإن شاء الله أن هذه الأزمة تمر، ولكن مثل ما قلنا تحتاج شوية صبر. اسمحوا لي في هذا أختم هذا اللقاء الممتع المفيد مثل ما قلت، ووجه كل الشكر والتحية والتقدير إلى كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين، نفخر بهم جميعا ولا نفرق بينهم في عطائهم وحبهم لهذه الدولة. بارك الله فيهم جميعا، وإن شاء الله مثل ما قلت الصبر، وبالصبر سنخرج من هاي الأزمة. الإمارات بأهلها كلهم قوية أنها قادرة على الخروج من هذه الأزمة. الله يوفقكم. شكرا مرة ثانية دكتور عمر، والله يحفظك، وسلامي من خلالك أول شيء على أهلك، وثانيا على إخوانك الشيوخ الدين اللي تعرفهم. الله يسلمك طول عمر، استثماركم طال عمرك ورهانكم، الله يسلمك. الله يحفظك، هذا والله من حظنا فيك وأمثالك يا دكتور. الله يحفظك طول عمر، الله يسلمك. كثير من المقيمين في السوشيال ميديا يغنون النشيد الوطني، وأريد أعترف لجميع المشاهدين والله يا أهلي أني لما سمعتكم تغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعت عيني نزلت. الله يحفظكم ويحفظ البلاد اللي أنتوا فيها، اللي أنتوا مخلصين مثل أهلها إلها، وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة بكم سالمين غانمين موفقين من رب المولى إن شاء الله. حفظكم ربي، مشكورين يا أخوان، شكرا على المجهود.